مع نهاية نوفمبر جاء التتويج لحملة موفمبر بحفل أقيم للاحتفال بنتائج التوعية والتبرعات التي تم جمعها خلال هذا الشهر، وبالتالي قام الشباب بحلق شواربهم التي أطلقوها سابقاً تضامناً مع المصابين بالمرض. نستضيف الليلة أول حفل شيباثون في الإمارات العربية المتحدة، والفكرة هي أننا نحتفل بالأموال التي جمعها مو براذرز أند مو سيسترز طوال الشهر. نريد أن نزيد الوعي حول هذا العمل الخيري، لأن الكثير من الناس يعتقدون أن تربية الشارب أمر ممتع يفعله الناس طوال الشهر، ولكن في الواقع هو لزيادة الوعي حول العمل الخيري. إذن يقوم مو براذرز بتربية شاربهم طوال الشهر، ثم ينشئون ملف تعريف على movember.com حيث ينشرون صورا لشواربهم، ويمكن أن يدعمك الأهل والأصدقاء عبر الضغط على زر تبرع على صفحتك. وفي نهاية الشهر تذهب كل الأموال المستحصلة إلى صندوق موفمبر للأبحاث السرطانية. الفكرة النهائية هي وضع الإمارات العربية المتحدة على خريطة موفمبر. ما نهدف إليه لزيادة الوعي هو الحصول على أكبر عدد ممكن من عمليات تسجيل الدخول إلى movember.com وجمع الأموال طوال الشهر، بحيث تصبح موفمبر حملة عالمية يمكن عندها القول أن الإمارات قدمت لنا شيء جيد بالفعل ولصحة الرجال بشكل عام، وعندها يبدأون باستثمار بعض الأموال المجموعة عالميا في المنطقة للأبحاث السرطانية، وبهذا نساهم في تحسين حياة الرجال العرب في المنطقة وفي الإمارات بالتحديد. آخر مرة حلقت كانت في 31 من أكتوبر، تطلب الأمر شهرا واحدا بالضبط، أما الهدف الرئيسي من وجودي هنا فهو لدعم مشاكل الرجل الصحية التي غالبا ما يتم التطرق لها حول العالم، لذا رغبنا بتخصيص شهر واحد لمشاكل الرجال، إذ كلما تقدم الرجل في السن وجب عليه الخضوع لفحوصات والتحقق من هذا وذاك، لذا من الضروري أن نساعد بعضنا البعض وأن نفهم ونثقف بعضنا البعض أيضا، ونفعل ذلك عبر تربية الشارب، وفي الوقت عينه نبدو مضحكين نوعا ما، ولكن لقضية مهمة. لذا قم بتربية شاربك واحضر في نوفمبر القادم، واجمع بعض الأموال وساعد في جعل هذا العالم مكانا أفضل للعيش فيه.